هو اسمع نطلع فاصل يا جماعة تبقى في فلوس معلش عادي ده بيحصل في احسن العائلات بس حتى من الديكور وقت ما تخبوش يعني. الو اتفضل يا عمر اهلا بيك اتفضل شكرا جزيلا يا عمر من بعدين عبد الله مساء الخير عبد الله اتفضل يا عبد الله ايوه اتفضل يا عبد الله معلش يا جميل السماك بعتني فيها اللي كيقول لك شكرا جزيلا يا عبد الله ايه الحكايه النهارده ايه تقول الدم ده والرخامه دي يا اخي يا ساتر ده ناس ده عارف الحشري هو ده الحشري اللي حاطط مناخيره في كل حاجه مش حوار بيني وبينك انا حوار معاه انا محترمه ومش محترم انت تسمع ومتعلقش مكتب توثيق النادي انا بس استاذ شبانه هستاذنك لحد ما تخلص المداخله هكمل الحلقه معاك طب كابتن شوبير يعني كابتن شوبير الغي رحلتي بتضحك على ايه يا شوبير يعني بتضحك على ايه يا شوبير؟ يعني مش على ايه؟ على ايه يا شوبير؟ على ايه؟ على ايه؟ يعني يا ريت يا جماعه نقطع المكالمه بعد اذن حضراتكم انت مال امك انت مالك وانت مال شكلك وانت مال اهلك انت مالك انت مش شغلتك انت خالص مش حدوتك انت خالص مش موضوعك انت خالص لا شغلك ولا شغل الست والدتك ولا شغل حد خالص لما نيجي نعمل ملوخيه هعمل لكم بس دلوقتي النهارده الصلصه في بقى كده طريقه خيار كده ده اسهل بقى ده اسهل؟ ده اسهل اه اربع بعدين نقوم مقطعه كده بسم الله الرحمن الرحيم ايوه بعدين تقوم جاي حضرتك مقطعه كده يبقى انت كده ايه خدت نص المسافه لو لقيت نفسك تعبان تقوم جاي مكمل كده هم 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 بشكرك شكرا جزيلا ودائما وابدا موفق ودائما وابدا تنال حب واحترام الجميع الله يخليك بتدبسني انت في حاجات كده سعيد نورت لك يا كابتن حسن والله لو مدير كره انت على الهوا ولا ايه على الهوا لسه موقف اوتوبونج دلوقتي النهائي هل بالفعل رفض استلام مرتبه وبالتالي اقتربت او حانت ساعه الرحيل من الاتحاد السكندري مش فاهم والله مش فاهم بايه يعني السؤال مش فاهم ايه يا فندم بايه السؤال حضرتك وكيل اوتوبونج؟ ايه؟ حضرتك وكيل اوتوبونج؟ لا طيب يبقى احنا اتصلنا بيك غلط متاسف استاذ اسلام انت ما تسمعي بقى حضراتكم تقوم جاي عاملينها كده بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كده تقوم جاي مقطعينها كده انا بشوف كده مراتي بتعملها كده بس انا بعرف اعمل سلطه عشان ما اقولكوش يعني تقوم جاي بقى مخرطها كده حته 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 هم 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 اتفضل يا سيف اهلا بيك انا اسمي سيف زاهر لا انت مش سيف زاهر والله يا كابتن سيف زاهر بس مش المذيع يعني يا فندم مش المذيع زميلنا لا يا كابتن مذيع والله انت زميلنا سيف زاهر يا كابتن احمد في كده مش كنت لسه بكلم حضرتك النهارده سيف ازاي ازيك يا سيف ما قالوليش والله ازيك يا سيف اكلين موز عشان الحلويات عشان تحلي عارفين الاغنيه الحلوه بتاعت الكذاب بيروح النار وانت بتكذب ليل ونهار دي اغنيه جت على بالي لو حد ما بيحبش الموز في بلح في بلح احمر وفي بلح اصفر وبعدين تقول الحمد لله تغسل ايدك وتروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل